بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض الدرس التاسع رياضيات للصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول قياس أطوال الأشياء. وقبل ما نشوف فقرة اربط، إن ما كنتش اشتركت في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، وما تنساش اشترك في صفحتنا على الفيسبوك الصف الثالث الابتدائي مع التأسيس السليم، هسيب لك الرابط في الوصف تحت الفيديو. هنعرض على التلاميذ مخطط تمثيل بالنقاط، ده اسمه مخطط تمثيل بالنقاط. طب ايه البيانات اللي معروض عليها؟ هذا المخطط يظهر طول اقدام تلاميذ الصف الثالث الابتدائي بالسنتيمتر، طول اقدام تلاميذ الصف الثالث الابتدائي بالسنتيمتر. يعني اقدام التلاميذ، في تلاميذ 21 سنتي، وفي تلاميذ 22 سنتي، وفي تلاميذ 23 سنتي، وفي تلاميذ 24 سنتي. يلا نختار عنوان لهذا المخطط. ممكن نختار عنوان، مين يفكر؟ أحسنت، طول أقدام تلاميذ في الصف الثالث الابتدائي بإيه؟ بالسنتيمتر. تمام. طب هنسأل بعض الأسئلة. ما وحدة القياس المستخدمة؟ إيه وحدة القياس المستخدمة في المخطط؟ طبعا العنوان مكتوب فيه إيه؟ بالسنتيمتر. إذن الوحدة هي السنتيمتر. ما تسمية خط الأعداد؟ تسمية خط الأعداد طول أقدام التلاميذ، طول أقدام التلاميذ. ما السؤال الذي يجيب عليه مخطط التمثيل بالنقاط هذا؟ يعني ايه السؤال اللي ممكن اسأله تكون الاجابة البيانات اللي معروضة على مخطط التمثيل هذا؟ السؤال ممكن يكون ما هي اطوال اقدام تلاميذ الصف الثالث الابتدائي؟ هتكون الاجابة تلميذين 21 سنتي، 4 تلاميذ 22 سنتي، 6 تلاميذ، 7 تلاميذ 23 سنتي، تلميذين 24 سنتي، وهكذا. ما الأدوات التي استخدمتها لإنشاء مخطط التمثيل بالنقاط هذا؟ طبعا عشان أنشئ مخطط بالتمثيل بالنقاط، الخط ده هرسمه بإيه؟ أكيد بالمسطرة، والعلامات والأرقام والخط نفسه هكتبه بالقلم الرصاص، إذن هستخدم القلم الرصاص والمسطرة. ما المعلومات التي أحتاجها لعمل مخطط التمثيل بالنقاط هذا؟ عايز أعمل مخطط تمثيل طول أقدام التلاميذ، إيه المعلومات اللي أنا محتاجها عشان أعمل مخطط زي ده؟ ممكن قياس طول بعض أقدام التلاميذ، هقيس طول بعض أقدام التلاميذ في الفصل عشان أجمع البيانات ومثلها بالمخطط التمثيل بالنقاط. طبعا في درس النهاردة هنوزع بعض الأشياء على التلاميذ. إيه الأشياء؟ يعني هنقسم التلاميذ إلى عدة مجموعات، كل مجموعة مثلا مكونة من 4 تلاميذ، هوزع لهم بعض الأشياء. ولكن قبل التوزيع، بعد تقسيم المجموعة وقبل توزيع الأشياء، لازم المجموعة مع بعضها تحدد وحدة القياس التي يجب استخدامها. يا ترى ممكن يستخدم السنتيمتر أو يستخدم المليمتر، حسب الشيء اللي هياخده هيقيسه بإيه، يبقى هيحدد وحدة القياس في الأول، ثم بعد ذلك قياس طول كل الأشياء اللي في المجموعة باستخدام وحدة القياس التي حددتموها. يعني مثلا خدوا أقلام رصاص، يبقى الأقلام رصاص كلها يقيسوها بالسنتيمتر، ما يحولش السنتيمتر إلى مليمتر. تسجيل طول كل شيء وكتابة تسمية القياس، يعني كل اللي هيقيسه يسجله تحتيها زي ما تعلمنا. مثلا 5 سنتي يكتب 5 سنتي، قاس الأستيكة لقاها 3 سنتي يكتب 3 سنتي، وهكذا. إنشاء مخطط تمثيل بالنقاط لعرض البيانات، وده إن شاء الله في الدرس العاشر. الأشياء اللي هنوزعها على التلاميذ، مجموعة هتاخد 8 قطع أستيكة بهذا الشكل، ولكن يختلفون في الطول، الطول غير متساوي، ومجموعة هتاخد أقلام ألوان وأيضا الطول غير متساوي، لازم يكون في تفاوت في الطول، في أقلام طويلة وأقلام قصيرة وأقلام متوسطة وهكذا، ومجموعة هتاخد أقلام رصاص، ومجموعة ممكن تاخد مشبك ورق، ومجموعة تاخد دبوس مشبك. المهم التلميذ ممكن يكون معاه علبة صغيرة أو صندوق يضع فيها الأشياء التي سوف يقيسها، ثم بعد ذلك عند القياس يخرج واحدة فقط ويقيسها ثم يضعها بالخارج. تاني، ممكن التلاميذ عشان يتعلموا النظام في القياس يضع الأشياء في صندوق ثم يخرج قطعة واحدة يقيسها ويضعها بالخارج، يخرج القطعة الثانية يقيسها ويضعها بالخارج، يخرج القطعة الثالثة يقيسها ويضعها بالخارج لكي يتعلم النظام، أو العكس ممكن يخلي الأشياء برة واللي يقيسه يضعه في الصندوق مرة أخرى. هنقيس مع بعض شيء واحد فقط، مثلا مجموعة أخذت أقلام رصاص وطولها متفاوت ليس الطول واحد، هنقيس قلم واحد فقط، لازم نحضر المسطرة ونضع القلم بداية من الصفر وننظر إلى أين انتهى، انتهى عند الرقم 7، إذن طوله كام يا أبطال؟ 7 سنتي. هنسجل قياسات المجموعة في كتاب التلميذ في صفحة 20 الدرس 9 التطبيق، العمود الأول اسم الشيء الذي نريد قياس طوله،
الطول بالسنتيمتر او بالمليمتر؟ يا ترى الحاجات اللي خدتوها هتتقاس بالسنتيمتر او بالمليمتر حسب الاشياء التي اخذوها. الارشادات: استخدم الجدول التالي لكتابة بياناتك. تذكر كتابة وحدة القياس، لازم يكتب وحدة القياس. القلم الاول طبعا هنحدد القلم، ممكن نرقم الاقلام قلم واحد واثنين وثلاثة لحد تمانية، كل مجموعة هتاخد 8 أشياء. طيب القلم الأول كان 7 سنتي، القلم الثاني مثلا 9 سنتي، القلم الثالث 12 سنتي، القلم الرابع تقريبا 8 سنتي، إلى أن ينتهي القياس إلى القلم الثامن وتسجيل جميع بيانات الأقلام الثمانية. بعد ما سجلنا بيانات المجموعة وكتبناها في كتاب التلميذ، التحدي: اختر 3 من أشيائك، كون صفا من هذه الأشياء. كم سيبلغ مجموع أطوالها؟ هل سيكون هذا الطول أكبر أم أصغر من متر؟ هيكون صف مكون من 3 خانات بهذا الشكل، وهياخد 3 أشياء من المجموعة اللي معاه. يعني المجموعة اللي معانا القلم الأول 7 سنتي، القلم الثاني 9 سنتي، القلم الثالث 12 سنتي. هنجمع المقاسات 7 زائد 9 زائد 12، 7 زائد 9 يساوي 16، 16 زائد 12 يساوي 28 سنتيمتر. نكتب مجموعهم كده، احنا اخترنا 3 اشياء من المجموعة معانا. ممكن تلاميذ يبقى معاهم اساتيك، ممكن تلاميذ يكون معاهم اقلام الوان، ممكن تلاميذ يكون معاهم دبوس مشبك وهكذا. هياخد 3 ويضعهم في صف بهذا الشكل، ثم يجمع مقاسات الثلاث اشياء ويجدهم، يا ترى أكتر من متر ولا أقل من متر؟ طبعا المجموع اللي معانا 28 سنتي أقل من متر، لأن المتر يساوي 100 سنتيمتر. تدريب من خارج الكتاب: اختر الوحدة المناسبة لقياس كل من الأطوال الآتية. طبعا هذا التدريب عشان التلميذ يعرف يفرق بين المليمتر والسنتيمتر والمتر. ارتفاع سارية العلم: سارية العلم اللي موجودة في طابور المدرسة، يا ترى ارتفاعها يقاس بالمليمتر أم بالسنتيمتر أم بالمتر؟ طبعا بالمتر. طول قلم التلوين، القلم اللي انت بتلون به، بالمليمتر أم بالسنتيمتر أم بالمتر؟ ممتاز، بالسنتيمتر. طول الحشرة، يا ترى أقيسها بالمليمتر أم بالسنتيمتر أم بالمتر؟ طبعا بالمليمتر. عرض السبورة، عرض السبورة يقاس بالمتر. عرض سن القلم الرصاص، خلي بالي سن القلم الرصاص، السن فقط، طبعا يقاس بإيه يا أبطال؟ بالمليمتر. طول السيارة يقاس بماذا؟ بالمليمتر أم بالسنتيمتر أم بالمتر؟ طبعا بالمتر. عرض الكتاب، كتاب الرياضيات اللي معاك، عرضه يقاس بإيه؟ بالمليمتر أم بالسنتيمتر أم بالمتر؟ طبعا بالسنتيمتر. تدريب آخر: أكمل مستعينا بالرسمي. أركز شوية في التدريب ده. السؤال الأول: طول الخط الأزرق. أدي الخط الأزرق يبدأ من رقم 20 إلى 21، إذن طوله كم سنتي أبطال؟ 1 سنتيمتر. طول الخط الأحمر، الخط الأحمر يبدأ من 21 ينتهي عند 28، كم سنتيمتر؟ خلي بالك هبدأ القياس منين؟ مش هبدأ من 21، هبدأ من هنا كده. 1 سنتي، 2 سنتي، 3 سنتي، 4 سنتي، 5 سنتي، 6 سنتيمتر، 7 سنتيمتر. إذن طول الخط الأحمر 7 سنتيمتر بداية من 21 إلى 28. طول الخط الأصفر، الخط الأصفر بدأ من 24 سنتيمتر إلى 30 سنتيمتر كده. 1 سنتيمتر، 2 سنتيمتر، 3 سنتيمتر، 4 سنتيمتر، 5 سنتيمتر، 6 سنتيمتر. طول الخط الأخضر، الخط الأخضر يبدأ من 20 ل 23، أدي 1 سنتيمتر، 2 سنتيمتر، 3 سنتيمتر. مجموع أطوال الخطين الأزرق والأصفر، هجمع طول الخط الأزرق والأصفر. طول الخط الأزرق 1 سنتيمتر، والخط الأصفر 6 سنتيمتر، 6 زائد 1 يساوي 7 سنتيمتر. الفرق بين طولي الخطين الأحمر والأصفر: الأحمر يا أبطال 7 سنتيمتر والأصفر 6 سنتيمتر، إذن 7 ناقص 6 يساوي 1 سنتيمتر. نحتاج عدد كم خط أزرق لتحصل على خط طوله يساوي طول الخط الأصفر؟ الخط الأصفر طوله 6 سنتيمتر والخط الأزرق 1 سنتيمتر، عايز كم خط أزرق لتحصل على خط طوله يساوي طول الخط الأصفر؟ طبعا عايز 6 خطوط زرقاء لكي نجمع 6 سنتيمتر. بكده إن شاء الله أكون قد انتهينا من الدرس التاسع، وانتظرونا إن شاء الله في الدرس العاشر. وإن عجبك الدرس اشترك في القناة وشارك الفيديو عشان غيرك يستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.